السلام عليكم. اليوم نروح لولاية الطارف لنقف على طريق السيار، الجزء تاع طريق السيار الشرقي الذي يقع في ولاية الطارف واللي عنده طول تاع 87 كيلومتر. وهذا يعني الجانب يعني تمت الأشغال ديالو 100% حسب تصريح تاع ولي ولاية الطارف. إذا إن شاء الله يفتتح الجزء هذا حتى الحدود، يعني ما بقات إلا بضعة أمطار عن الحدود الجزائرية التونسية. إذا هنيئا للمستعملين لهذا الطريق، خاصة الذين يعني السفر إلى تونس والرجوع، أو كذلك سوف يحفز صادرات الجزائرية نحو تونس والتبادل التجاري بصفة عامة. إذا شيء إيجابي أن يتم افتتاح هذا الشطر هذا لحركة المرور. إذا أترككم تتابعون ما سبق، والسلام عليكم. Thank you.